أقرأ. أقول بروايه حفص بن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. كرفي لنا إما كافر دنيا واحد. ثم عفونا عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عند كل مسجد وقل
وَكَانَتِ امْرَأَتِي
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا لم نجعل له أما هذا لا شيء يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ننسى كفاء ثلاثة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب kursi keadaan saya kursi wala qad fatanna sulaiman wa alqayna ala kursiyyi jasadan thumma anab qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la ينبغي لأحد من بعدي
وإنهم